مقاييس اختيار الزوج أو الزوجة، طول عمرها ماشية في سكة وحاليا خدت منحنى تاني خالص. في طبقات معينة كده بقت مثلا البنت تشوف العريس تقول لا لا أصل ده الأكسنت بتاعه في الإنجليش مش مظبوطة، تقييم التكافؤ بقى بشوية شكليات وفكرة إنه غني وابن ناس وعيلته عيلة كبيرة ومصروفة على تعليمه ودراسته، يعني صارفين يجي ملايين. أحيانا ده بيبقى فخ كبير، وأحيانا بيكون المثل الشهير من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله هو الوصف المناسب لناس ممكن يبقوا من بره تريشيك والمنظر مبهر، لكن الحقيقة ما كانش فيه أي نوع من أنواع التربية، ولا كان في حاجة اسمها بنراعي ربنا في تربية عيالنا، ولا عملوا أي مجهود بخمسة جنيه لتعليم اللي يصح واللي ما يصحش من وسط كل الملايين اللي اتصرفت على العيال دي من لبس ومدارس وعربيات وكده. أهالي سايبين عيالهم تحت مسمى الحرية، فتلاقي بقى وصلنا لسكر وعربدة وشتائم من قاع وقعر المجتمع أو يمكن تحتها كمان، وبيتباهوا بالحرام وطايحين في الدنيا ومش عاملين احترام لأي حاجة في الدنيا. الحقيقة إن الدنيا لما اتفتحت على بعض بقى بالوسائل السوشيال ميديا، الفيديوهات والستوريز وكده، ظهر لنا مجتمع غريب مبني على المظاهر الكذابة. هو أصلا كمان مجتمع طارد لأي حد محترم، يعني بالنسبة لهم المحترمين دول ياي بيئة ما يجوش يقعدوا معانا، احنا نقفل على نفسنا عشان البيئة دول ما ينفعش. أول حاجة في الاختيار يقولك مش عايزة واحدة محجبة مش مستواه، وهي مش عايزة واحد مخه مقفل، أهم حاجة يكون open minded. والأهل عادي شايفين انه معلش ده الطبيعي، ما احنا لازم ناخد حد من مستوانا. وبابا وماما الحقيقة مش عارفين ولادهم فين ولا بيعملوا ايه. فين يا باشمهندس ابنك؟ والله ما انا عارف، هو بايت مع مجموعة من اصحابه في الساحل كده، بس فين ما عرفش. طب فين يا أستاذة بنتك؟ هما طالعين جروب بنات وبايتين مع بعض في الساحل بالتلات أربع أيام، وفجأة ما تعرفش بقى، تلاقي علاقات الحقيقة إنها بزراميط، ويوصلوا للقاع مخدرات وشرب وحاجات كتير مشبوهة، وهو ده بقى الكوميونيتي اللي احنا عايشين فيه، وهو ده الوسط اللي لازم أتجوز منه. بنشوفه وأكبر أفراح تتعمل وأكتر شيء مبهر في الدنيا، وبعدها مباشرة بناخد أكبر مقلب ويحصل طلاق قبل ما يكملوا سنة جواز. إيه ده يا خسارة، ده كانوا بيحبوا بعض قوي بقالهم سنين مع بعض على طول، سيبوش بعض. كله مظاهر، لا بيدوروا على دين ولا أخلاق ولا تربية. أهم حاجة في الجوازة هتسكن فين، الهانيمون فين، السوليتير منين، وكلها الحقيقة علاقات مشوهة ونهايات مأساوية. طيب احنا النهاردة هنتكلم عن يعني ايه تكافؤ، وازاي نقيس التكافؤ ده، نقيسه بايه. هنسأل فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من أئمة وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ. حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى بفضله وبفيض علمه عدد ما في الشجر من ورق، تعرف إلى خلقه بالحقائق والبراهين، وخلق الإنسان من ماء دافق، أحمده ما نطق ناطق وسكت ساكت، والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القرشي العربي المكي الذي ما ضل وما مل وما كل وما غل، فهو عادل فاضل لأن الله هاديه وجبريل يكلمه ويناديه، ورضي الله تعالى عن الآل والصحب الكرام وعن ذريته التي اصطفاها الرحمن بإمعان واشمن معهم بالرضا والرضوان، واجعلنا ممن أحبهم ملء الوجدان، واحشرنا في زمرة جدهم العدنان. وبعد خدت الحلقة كلها في المقدمة، لكن خليني أقولك اكتبي كده الفرق بين التربية والرعاية، لأن إحنا دائما نخلط بين التربية والرعاية. كل اللي اتكلمت عطرتك عليه من تعليم ومن مستوى اجتماعي ومن مستوى ثقافي ومن مستوى فكري، ده اسمه إيه؟ رعاية بس مش تربية. وأفكرك سيدنا أنس بن مالك اللي أمه خدته من إيده ودته لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم السلام. وقالت له خلي أنس عندك يشتغل خدام عندك بشرط يبات فين؟
يبات في حضني يبات عندي. سيدنا أنس كان عنده كم سنة؟ كان عنده من 6 لـ10. يعني انت بتكلمي في راجل وقتها كان يقود حرب، ومع هذا اسمعي كويس قوي ويسمع المشاهد اللي قاعد قدامي. سيدنا أنس بيقول: تبطأت على أمي بعد صلاة العشاء مقدار أن يقرأ أحدكم سورة ياسين. حضرتك تقرأي سورة ياسين في قد إيه؟ في ربع ساعة، في تلت ساعة، خليها في ساعة. فلما رجع بعد ساعة على اعتبار الزمن بتاعنا، قالت له أول ما دخل: أين كنت يا أنس؟ رحت فين؟ مش خلاص بقى ده عيل وسيبوه؟ لا. فقال: يا أمي كنت في حاجة أقضيها لرسول الله. هنا التربية. وما الحاجة يا أنس؟ قال لها: استني حسبي حتى أسأل رسول الله. لما أسأل النبي الأول أقولك ولا لا؟ بلغ من العمر تقريبا 90 سنة، بيمل الحديث لتلميذه، فالتلميذ بفضول طالب العلم قال له: وما الحاجة يا سيدي؟ قال: يا ولدي لو أخبرت بها أمي لأخبرتك بها. هنا التربية وهنا الأدب. خليني عشان ما ضيعش وقت الحلقة، يعني إيه الكفاءة؟ الكفاءة يراد بها المساواة في أمور بين الزوجين عند الإخلال بها يعتبر مفسدا للحياة الزوجية. يبقى لما أنا أخل بهذه الأمور تعتبر مفسدة للحياة الزوجية، جلبا للشقاق والضرر والنفاق وسوء الأخلاق. إيه المقياس بقى؟ المقياس الفقهاء أو العلماء أو الجمهور قالوا في 6 أمور. قالوا الاستقامة والصلاح والنسب والحرية والحرفة والمال.